قلق يساور الشركات العالمية الساعية وراء انتهاز ميزة الأسواق الصينية سريعة النمو، حيث تسود حالة متزايدة من الحذر بين المستهلكين الصينيين المقلين من الإنفاق والشراء إثر شكوكهم حيال ضعف الاقتصاد. وثمة شغف بين الشركات العالمية على اختلاف أنشطتها بالسوق الصينية لما تحظى به من قوة استهلاكية نابعة من تعداد السكان البالغ 1.4 مليار نسمة. ويقول المواطنون إن قلقهم حيال المستقبل والاستقرار الوظيفي ورواتبهم دفعهم إلى الإحجام عن الإنفاق وترشيد الاستهلاك. وتباطأت مبيعات الشركة إلى 7% فقط بنهاية العام الماضي مقارنة بالنسبة التي سجلتها في بداية 2013 البالغة 30% وفقا لبيانات جمعت من نحو 50 شركة من أكبر الشركات الصينية. ويترقب المستهلكون الصينيون هبوط الأسعار قبل إقبالهم على الشراء، ولكن إذا استمر هذا الوضع طويلا فقد يحدث في الصين ما حدث في اليابان التي عانت من ركود طيلة عقدين. وقد تكون هذه البيانات مقلقة لباقي اقتصادات العالم في الوقت الذي ينظرون فيه إلى الصين ثاني أكبر الاقتصادات العالمية على أنها المحرك الرئيسي للنمو العالمي. محمد الجبالي، رويترز.